بعض الغزالة المصنعة في المعادن. وكولا المكبرات وكولا المكبرات. ممكن تكون مصنعة بشكل مصدر كهربائية مثل البعض. خريجو مركزنا نفذوا عمليات إزالة ألغام في مدينة حلب وكذلك في تدمر، ومن المتوقع أيضا أن يعملوا في دير الزور، وهم يشاركون راهنا في العمليات التي تقوم بها وحدات النخبة في الجيش السوري. نحن نعمل بجد جنبا إلى جنب مع زملائنا السوريين لإنجاز المهام في أقرب وقت ممكن ونزع الألغام من الأراضي في سوريا، وكل ذلك يهدف إلى تسهيل حياة المدنيين ونشاطاتهم.